بعد تصاعدها بشكل رهيب، عناصر الشرطة والدرك الوطني ينظمان حملة مشتركة للوقاية والحد من حوادث السير. تنشوفوا انتم عندكم مسافة طويلة، اجتنب السياقة في حالة شعور بالتعب والإرهاق، كي تكون عيان خد قسط من الراحة باش تجتنب حاوله المرور. عندك انت ثاني راه معاك السواق في الطريق، حافظ عليهم كذلك. ماذا بنا احنا حزام الامن هذا اجباري، تخفيض السرعه، عدم الافراط، وسيرتو توقف العشوائي. ارشادات وتوجيهات ميدانيه للسائقين للتقيد بقوانين المرور والتحسيس بخطوره الارقام المرعبه التي تحصيها حصيله ضحايا الطرقات. اليوم قمنا بحمله تحسيسيه توعويه بالتنسيق مع زملائنا من الدرك الوطني، وين توجهنا لفئة السائقين، أصحاب المركبات، سائقي الدراجات النارية، أيضا مستعملي الطريق لتوعويتهم وتقديم نصائح وإرشادات، وهذا من أجل سلامتهم. هذه الحملة موجهة لجميع فئة السواق، حيث تم تركيز الجهود على مرافقة مستعملي الطريق وتحسيسهم بعواقب حوادث المرور، تذكير بالسرعة المفرطة، تجاوزات الخطيرة مع مخاطر استعمال هاتف النقال. مثل هكذا حملات ساهمت في رفع نسبة الوعي والتقليل من حوادث السير خلال السداسي الأول من العام الحالي، كما أنها لقيت ترحيب سائقي المركبات. خلطوا كاع في الطريق، كاع نشدوا تليفون، كاع نديروا لافيتاس، وشنو مليحة كي يديروا لنا هكا الحملات، واحد يتفكر كيما يقول لك سوق بالعقل، العائلة تاعك في الانتظار، أنا نلقى في بلايك بزاف هكذا، والسرعة، تليفونات هذوما يا خويا سي اجتنبهم قد الاستطاعة. تمهل، فعائلتك في انتظارك، ولا تنسى أن آلاف القتلى يموتون سنويا في الطرقات، ويصاب عشرات الآلاف بإصابات متفاوتة الخطورة جعلت الكثير منهم مقعدين بلا حركة.